برعاية هذا الحفل وتشجيع الهدف من عنده تشجيع الفرق الطوعية على العطاء أكثر. وأكو فرق طوعية عندنا مهمشة قررنا يعني إحنا بهذا المهرجان نكافئهم هنا بأشياء بسيطة. والهدف والغاية من عند الحفل هذا الكريم إن شاء الله أولا تأهيل الأيتام نفسيا وورشة توعوية للعوائل كيفية التوعية يعني تحسين سلوك الأيتام ودمجهم مع المجتمع. اليوم احنا هنا موجودين للدعم المعنوي للأيتام وأيضا شكرا للقائمين على هذا المهرجان. احنا مع كل خطوه نخطوها حتى نقدر ندعم الايتام. احنا اليوم يا احباب الله احنا الحمد لله واشكر اكثر من 150 يتيم موجودين حاليا تم تكفلهم بجمعيتنا من قبل اهل الخير. حول برنامج طبعا هو مهرجان يهدف الى هو ارشادي اسري طبعا للاسر الايتام وعوائل الايتام واطفال الايتام بخصوص انه قضايا الدعم المعنوي والدعم النفسي للايتام. وهذا المهرجان طبعا منظمة صانع الأمل من بغداد اللي جانا من بغداد شرفونا اليوم. مهرجان للأيتام في محافظة المثنى حيث تخلل هذا المهرجان توزيع الهدايا على الأيتام كذلك فعاليات الرسم والألعاب وغيرها بالإضافة إلى تكريم الفرق التطوعية الموجودة داخل محافظة المثنى والتي تركت بصمة في سنة 2021. شخص أصنع ذاتي لرعاية والتأهيل النفسي كان بالبداية تأسيسه أنه للأيتام لكن الرؤية لعام 2022 شملت كل أطياف المجتمع حتى أن شملنا دور العجزة وكذلك رخصة الزواج وكذلك النساء الطاقة الأنثوية وكذلك الشباب مكافحة المخدرات جميع احتوات جميع أطياف المجتمع العراقي تأهيل نفسي تنموي توعوي. هاي الرحلة 14 فرينا العراق كله من جنوبه إلى شماله واليوم ببسط العراق صار لنا 13 رحلة.